بين صالة الأعراس وغرفة المستشفى مسافة لغم واحد حول طريق الفتاة العشرينية طيبة محمد من سعادة إلى حزن. وبينما كانت تستعد لإقامة حفل زفافها ثاني أيام عيد الفطر، أصيبت بلغم زرعته ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في مراعي منطقة الخور غرب مدينة تعز، حيث كانت الفتاة برفقة أغنامها. تدور تفاصيل القصة هكذا: لم يكن مشروع الزواج قد اكتمل ولم يجري العقد بعد، وعندما أصيبت الفتاة بلغم قررت الأسرة إلغاء الزواج نظرا للإعاقة التي تعرضت لها طيبة. إلا أن الشاب قرر الارتباط بها رغم كل شيء، وهو في انتظار أن تتماثل العروس للشفاء ليكتمل مشروع الزواج. طلعت ترعي وإحنا كان إحنا نجزع هذه كتبة ما في بشي حاجة، والحوثي كنا سلل البلة لغم إنه إحنا جزعنا متأمنين من المقاومة، تلغمتهم انفجر اللغم بقط رجلي وثا اليمنى بقطة واليسرى كسرى، وصاحبتي صرخت نزلوا نقضوني من المتراس. تعود طيبة إلى قرية ماتع التابعة لمديرية جبل حبشي، القرية التي رفض أبناؤها الرضوخ لمطالب الميليشيا فحاصرتها وزرعت ألغاما في محيطها، وهو ما تسبب ببتر إحدى ساقي العروس المغدورة لتلتحق بقائمة طويلة من المعاقين في محافظة تعز الذين تحصدهم ألغام ورصاص الميليشيا في مختلف المديريات والمناطق. كان يوم العيد ثاني عيد يوم العرس حقها، بعدين صوبها في 27 رمضان أقا زوجها عقدنا لها والحياة الطبيعية تمام، والآن بعدها يشفى المريض فأنا عارس لها. انتهاكات مستمرة تنوعت بين القتل والتهجير مارستها ميليشيا الحوثي وصالح بحق الأهالي من سكان قرية ماتع دون تفريق بين النساء والأطفال وكبار السن، إذ تشير الإحصاءات إلى أن ما يزيد عن 8 نساء جرى استهدافهن من قبل قناصة الميليشيات، بالإضافة إلى القصف المتواصل على القرية. يقوم بالقنص اليومي ضد المواطنين، أصيبت 8 نساء، أصيب بطفل بعمر 7 سنوات نزار حمو السعيد، يقوم بتهجير القرية كامل، أكثر من 30 إلى 35 أسرة نزحت إلى مناطق الضباب ومديرية جبل حبشي في قرية ميلات، هم الآن حاليا يسكنون في مدرسة الوفاء، في مدرسة الوفاء ميلات، أخرجوهم عنوة من ديارهم. هذه الميليشيات لا تعرف إلا 3 لغات، لغة القتل والدمار، لغة التهجير والاختطافات، لغة زراعة الألغام. وحدها ميليشيا الحوثي من تستطيع تحويل الأفراح إلى أحزان من خلال ما تنتهجه من مشروع تدميري عبر آلة الموت والخراب التي تحصد أرواح المدنيين وتصيب العشرات منهم وربما المئات بالإعاقات الدائمة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.